بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. النهاردة بقى جيت لكم بفيديو جديد، قلت كده نفرز مع بعض الشبت والكزبرة دي، ويفضل لونها جميل كده زي ما انتوا شايفينها، حتى لو قعدت معاكوا اطول فترة ممكن. بصوا بقى، انا بخزنها يعني بطريقة سهلة جدا. هي بغلفها كده بزيت زيتون وبحطها بس في برطمانات بلاستيك موجودة معايا او في اكياس برضو، بس اللي بحطها في الاكياس يعني ما بطولش عن مدة معينة كده، بالذات في الاكياس، لان بالذات الاكياس بتخلي لونها يتغير شوية. بس مع الحركة اللي هعملها معاكوا دي ان شاء الله هتفضل محتفظة باللون بتاعها، وهتشوفوا الطريقة دي ان شاء الله تعجبكم جدا. انا شخصيا كنت بعملها كده الاول، وكانت كده بتدي لون غامق ومش بتبقى كويسة. بس والله العظيم انا هوريها لكم، وهوريكم في الاخر اللي انا كنت يعني مخزناه وعيناه شكله عامل ازاي. مش هيفرق عن اللي انا اصلا مقطعه دلوقتي حالا معاكم. طبعا الخضار بتاعي دوت انا غسلاه، وزي ما احنا عارفين ومتفقين مع بعض اللي انا بنقعه كده في نقطة خل، واسيبه من حوالي 12 دقيقة كده علشان كل الميكروبات اللي فيه والبكتيريا والحاجات دي تموت، وميبقاش فيه اي حاجة مش كويسة. وبعد كده بقى بغسله وبروح منشفاه شوية، واروح بقى ايه مقطعاه زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده. بروح بقى منزل عليه كده نقطة زيت زيتون، وبروح مغلفاه كله بالزيت الزيتون بتاعي دوت. اخلي كل ورقة يعني ايه تتغلف كده بالزيت علشان بتفضل محتفظة بقى باللون بتاعها اهو. بس حاجة بسيطة جدا يعني، حوالي كده معلقة صغيرة كده او معلقتين بس. بروح بقى مقلبها فيها كده، واروح مخزنها بقى بالطريقة اللي انت عايزاها. طبعا ما بفضلش البرطمانات اللي هي الازاز بالذات في الفريزر، لان انتوا طبعا عارفين تفاعل الازاز مع الفريز، يعني الازاز بالذات لو حطيتيه في الفريزر بيتكسر. جربي كده تحطي اي حاجة في اي وقت بتيجي تخرجيها ممكن تفرقع، بتفتحي بالصدفة تلاقيها اللي هي اتكسرت معاكي وما تبقيش واخدة بالك. فانا علشان يعني ايه اتفادى الحركة دي بعمل ايه، بروح جايبة كده برطمانات بلاستيك. طبعا كانت موجودة عندي، كنت يعني محتفظة بيها، كنت جايبة فيها كاستر وكده، فبغسلها وبنضفها وبحتفظ بيها عندي يعني الاوقات اللي زي دي بقى، بدل ما اروح اشتري بيكون عندي حاجتي وبستخدمها زي ما انتوا شايفين قدامكم كده معايا. طبعا انا كان عندي برضو في الفليزة ان شاء الله هوريه لكم دلوقتي، بس والله حبيت اعمل لكم الفيديو ده لان كنت محتاجة، فجيت شفت اللي موجود لقيته ما شاء الله عليه لونه ما تغيرش خالص، والورقة كده بورقتها ما جرالوش اي حاجة، فقلت كده فاتكم بمعلومة ووريكم ازاي انا بحتفظ بيه، وبالذات بقى عشان ان شاء الله داخل علينا شهر رمضان يعني المبارك، فايه بنحتاجه. وساعات الشبت بالذات بيبقى ايه غالي جدا في الايام دي. بصوا بقى، ده اللي انا كنت حاطاه اهوت في المحتفظة بيه في التلاجة عندي اهو. انا بروح جايبه كيسه كده قطعاها واروح حطاها على الوش بتاعها علشان برضو ما يدخلهاش اي، لو حتى اي هوا يدخلها جوه. شايفين شكله عامل ازاي؟ وشايفين نزل معايا ازاي كانه لسه مقطعاه حالا. دي عندي والله موجوده عندي بقالها اكتر من شهر في الفريزر، يعني ولا لونها اتغير ولا اي حاجة، ولا مجمدة كده في بعضها ولا اي حاجة، زي ما انت شايفينها كده. بخرجها وبستخدمها زي ما انا عايزاها بقى.
وده يكون الفيديو بقى بتاع النهاردة. يا رب اكون كده قدرت افكوا بمعلومة مفيدة. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش تعملي لايك وشير وسبسكرايب وتشغلوا الجرس على الكل طبعا علشان يوصل لكم كل الاشعارات. اسيبكم في رعاية الله وحفظي. مع السلامة.